بسم الله الرحمن الرحيم. الحاضر مع المتهم الأول يلتمس من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، وذلك تأسيسا على الدفاع والدفوع الآتية: أولا، المنازعة في القيد والوصف السابقين على أوراق الدعوة. ثانيا، بطلان الاعتراف الصادر عن المتهم لكونه وليد إكراه معنوي ولمخالفته لنص المادة 55 من الدستور الحالي. ثالثا، بطلان القبض والتفتيش لتمامهما دون مصوغ من القانون. رابعا، بطلان إذن النيابة العسكرية لابتنائه على تحريات غير جدية. خامسا، بطلان تحقيقات النيابة لتمامها دون حضور محامي، ويعد ذلك مخالفة دستورية طبقا لنص المادة 54 من الدستور، ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية طبقا لنص المادة 124 منه. سادسا، انتفاء أركان الجريمة. سابعا، عدم معقولية الوقعة بالصورة التي وردت بها وانفراد القائم بالضبط بالشهادة. ثامنا، انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وشيوع الاتهام. تاسعا، تلفيق الاتهام وكيديته. عاشرا، خطأ الدليل الفني وتقرير المعمل الكيميائي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول الشاعر: تعلم العلم واقرأ، تنى الفخر النبوة. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالقراءة هي سلاحنا الوحيد في هذه الدعوة لكي نصل إلى حقيقة ما تم تسطيره من كلمات وأقوال في هذه الدعوة الماثلة. ويقول الشافعي في حق القضاء: إن خير ما ينتفع به الناس إقامة العدل فيهم، بالاستماع حسنى، وبالوقائع حاطة، وبالمظلوم إنصافا. الدفع الأول: المنازعة في القيد والوصف. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إنني أقول للنيابة العسكرية المتصرفة في أوراق الدعوة: لقد جانبكم الصواب فيما وصلتم إليه من قيد ووصف، وأتساءل بأي دليل قد ساقتني النيابة بهذا القيد والوصف؟ فهل هناك مظهر من مظاهر الإتجار واردة في أوراق الدعوة أم لا؟ فلو افترضنا جدلا صحة ما قاله مأمور الضبط بأنه قام بالقبض على المتهم الأول داخل حجرة المبيت، فإنه قال أنه عندما ذهب إلى حجرة المبيت الخاصة بشركة الغراب للمقاولات وجد المتهم نائم، أي أنه لم يجد المتهم في حالة بيع للمخدرات أو في حالة شراء، أو لم يكن معه أي شخص آخر يقوم بتنفيذ هذه المهمة. وفي هذا المجال نجد أن المتهم ليس له باع لا من قريب ولا من بعيد، كما أن النيابة العسكرية عندما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول جاءت خالية تماما من أي سوابق ترشح أن للمتهم أي سابقة في مجال الإتجار بالمخدرات أو في أي نشاط آخر من النشاط الإجرامي. فلا يوجد أمامنا إلا زعم المتحري فقط، فهو الذي قال أن المتهم يقوم بالإتجار في المواد المخدرة. سيد الرئيس، لقد خلت أوراق الدعوة تماما من أي دليل سوى هذه الأقوال التي لا تجد ما يساندها، وهو ما ينفي قصد الإتجار المقدم به المتهم. ونحن أمام متهم تم القبض عليه أثناء نومه، متهم
حين تم طلب تحليل تعاطيه للمواد المخدرة جاءت النتيجة سلبية، متهم لا يوجد معه أي أموال تدل على البيع أو الشراء أو الإتجار في المخدرات، فمن أين أتت سلطة الاتهام بهذا القيد والوصف؟ الدفع الثاني، بطلان الاعتراف. إن الاعتراف الذي تم لم يكن وليد إرادة حرة، وإنما جاء وليد إكراه معنوي وضغط نفسي من قبل القائم بالضبط، فقد استخدم سلطانه ونفوذه في تخويف وترهيب المتهم، فكان هذا هو الدافع على الاعتراف من المتهم دون اقتراس لخطورته وعواقبه، وهو ما حذر منه الدستور الحالي في المادة 55 منه. الدفع الثالث، بطلان القبض والتفتيش لتمامهما دون مصوغ من القانون. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن الدفاع يتساءل ويطرح التساؤل على نفسه وعلى الهيئة الموقرة، ما مدى مشروعية الإجراء القائم به مأمور الضبط؟ فقد تعلمنا في محراب القضاء أنه لا يضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضرها الإفتاءات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق. وإذا كانت المصلحة العامة تقتضي مكافحة الإجرام ومطاردة المجرمين والقبض عليهم، فإن هذه المصلحة تقابلها مصلحة هي مصلحة الحقوق والحريات الذي كفلها الدستور والقانون. وقد تدخل المشرع لوضع موازنة دقيقة بين هذين المصلحتين، فنص في المواد الدستور على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم مقابل منح سلطة التحري والتحقيق تجاههم. وكما تعلمنا أيضا أن مشروعية الإجراءات مقدمة على مشروعية العقاب، ولكي تتمتع تلك الإجراءات القائم بها مأمور الضبط بالمشروعية يجب أن يكون هناك إجازة قانونية، وهذه الإجازة من وجهة نظر الدفاع المتواضعة إما أن تكون إذن لدى مأمور الضبط القضائي يحمله أثناء وقعة القبض، أو أن يكون المتهم في حالة تلبس أو في حالة الرضاء الصريح من المتهم. فحينما تنتفي تلك الأمور يكون الإجراء القائم به مأمور الضبط هو إجراء باطل. سيد الرئيس، ما هي الدلالة على أن واقعة القبض تمت بعد صدور الإذن وفي التوقيت الذي تكلف به القائم بعملية الضبط؟ فمنذ أن وقف المتهم أمام السيد المحقق وتم سؤاله عن توقيت القبض ومتى تم قبض عليه ومتى تم تفتيشه، قرب أنه كان يوم الخميس الموافق 2/1 الساعة 9 مساء بتاريخ 2020، وبناء على المحضر الذي تم تصديره من السيد المقدم القائم بعمل التحريات، فأنه ذكر أنه في هذا التوقيت أو قبل هذا التوقيت بوقت صغير وبالتحديد ساعة 1800 من نفس اليوم الذي ذكره المتهم، كان السيد المقدم في انتظار استصدار الإذن بمقر نيابة شرق القاهرة العسكرية بمدينة نصر، والوقعة في العاصمة الإدارية، أي أن هناك مسافة لا تقل عن 100 كيلو. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن الدفاع يتساءل متى تسلم السيد المقدم الإذن ومتى عاد إلى مقر القيادة الاستراتيجية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى متى قام بتكليف حيث أنه لم يقوم بتنفيذ الإذن بشخصه وإنما كلف غيره بتنفيذ الإذن، متى قام بتكليف غيره بتنفيذ الإذن؟ ولم يذكر لنا في محضر الإجراءات إلا أنه فتح محضر الإجراءات ساعة 2100 بتاريخ 3/1/2020، فمتى إذن تم تنفيذ الإذن؟ وأين
كان الإذن عندما قام القائم بعملية الضبط بالقبض على المتهم. تساؤلات يطرحها الدفاع على نفسه أولا وعلى الهيئة الموقرة لكي نبحث لها عن أجوبة بين أوراق القضية، إلا أننا وفي حقيقة الأمر لن نجد لها إجابة بين أوراق الدعوة الماثلة أمامنا. فالمقدم القائم بعمل التحريات يذكر أنه فتح محضر التكليف ساعة 2100، والقائم بالضبط يذكر أنه تم التنفيذ ساعة 2100. فكيف ذلك؟ كيف يحدث ذلك في نفس التوقيت؟ هذا ما نطرحه على حضراتكم. كما أضيف أيضا إلى أن السيد محرر المحضر السيد المقدم أنه قام بتسطير الواقعة بجميع تفاصيلها في ذات التوقيت ساعة 2100، واستجوب المتهم واتخذ من الوقت ما لا يقل عن 35 دقيقة على الأقل في هذا الإجراء. فكيف حدث ذلك؟ ومتى تم القبض؟ لذلك نتمسك ببطلان القبض لأنه ما تم قبل صدور الإذن. الدفع الرابع بطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، من المعلوم أن سلطة النيابة عندما تصدر إذن القبض والتفتيش إنما تبني ذلك على ركنين أساسيين، وبناء عليهم تصدر إذنها. الأمر الأول أو الركن الأول هو وجود تحريات جدية، والأمر الثاني هو أن يكون هناك جريمة وقعت بالفعل، وهو أمر مستبعد ومن الواضح في أوراق الدعوة ومن قراءتنا للإذن الذي استصدرته نيابة شرق القاهرة العسكرية أنها استندت إلى التحريات الجدية القائم بها، كما ذكرت القائم بها المقدم أحمد رعب. والواضح من أوراق الدعوة يا سيد الرئيس، وكما تعلمنا في محراب القضاء، أن النيابة قد استندت على هذه التحريات، ومن المعلوم أن التحريات تقوم على أمرين أساسيين أو تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الشبهة والتقصي، والمرحلة الثانية هي مرحلة المراقبة. أما عن الشبهة التي تدفع إلى عمل التحريات عن أي شخص ومن ثم التضحية بمبدأ المشروعية، فإنها تتطلب في المقام الأول أن يكون للشخص سوابق، أن يكون الشخص قد اعتاد الإجرام، أن يكون الشخص له كرت إجرامي يثبت من خلاله أنه يتاجر في المخدرات أو أنه يرتكب جرائم أخرى غير ذلك، وهو ما ينتفي تماما في حق موكله، إنما هو أمر يستدعي إلى القول والتساؤل عن تلك التحريات التي تمت. والأمر الثاني وهي عملية المراقبة، هل كلف المقدم القائم بعمل التحريات، هل كلف نفسه بمراقبة المتهم ليثبت لنا إذا كان ما قام بتسطيره هو فعلا حقيقي أم لا؟ هل غبر أقدامه بتراب الطريق ليقوم بمراقبة المتهم ليثبت لنا أنه يقوم بالبيع لهذه المواد المخدرة؟ لم يحدث. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إذا كانت التحريات هي العمود الفقري لإذن النيابة، فإن المراقبة هي روح التحري، وبدون الروح لا يقوم الشيء ولا يستقيم الأمر. فإذا كان كل ما قاله السيد المقدم هو أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادرنا السرية، فهل يعقل أن يقدم المتهم إلى محكمة الجنايات وبهذا الوصف القاسي الذي قد يترتب عليه إزهاق الأرواح لمجرد أن شخص واحد، شخص غير معصوم، يروي أنه تلقى معلومات تفيد
والحديث هنا عن المصدر السري بأن المدعو المتهم الأول يقوم في الإتجار بالمخدرات؟ هل هذا كافي لتقديم الأشخاص إلى محاكمة الجنايات؟ لقد خلت أوراق الدعوة تماما من أي معلومات توضح لنا من هو المصدر السري. وإن الدفاع يتساءل وبحق، ألم يقل للمتهم وللدفاع بل وللعدالة ذاتها حق في أن يكون للدليل مصدره في الأوراق؟ سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، الدفاع يتساءل ويكرر هذا التساؤل، من هو هذا المصدر السري؟ وما مدى صدقه وصدق كلامه ومعلوماته حتى تقدم على أسرها الأشخاص لمحاكمة الجنايات؟ وتقول محكمة النقض في أحكام عديدة ومتواترة في هذا الشأن إنه لا يعتد بالمعلومات التي تصل إلى من المصدر السري لتكون سندا لصدور إذن النيابة. وفي حكم آخر، التحريات لا تعد أن تكون مجرد رأي لصاحبها، تخضع لاحتمال الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها. وفي حكم ثالث، إن التحريات لا تعد كونها رأي لمجريها استمدها من مصادر غير محددة، بما لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل في الدعوى يمكن أن يسند به وحده الاتهام. لا يمكن أن يسند به وحده الاتهام. لذلك نتساءل، من هو المصدر السري؟ وما هي علاقته بالقائم بعمل التحريات؟ هل هو قريب أم غريب؟ هل هو عدو أم حبيب؟ هل هو عدل أم غير عدل؟ هل هو نزيه أم غير ذلك؟ هل معروف عنه الصدق أم الكذب؟ إلا أننا نفاجأ بأن المجري أو القائم بعمل التحريات بأنه يمتنع تماما عن الإفصاح عن المصدر السري، وذلك خشية عليه وخوف عليه، مصلحة ظنية احتمالية تقابلها مصلحة حتمية محققة. فالمصلحة الظنية هي الخوف على المصدر السري، والمصلحة الحتمية المحققة هي مصلحة المتهم الواقف أمامكم خلف القضبان، والذي قد يترتب عليه تشريد أسرته وتشريد أطفاله. وعلاوة على ذلك، فأنه يختم بختم إلى مدى الحياة يقول أنه تاجر مخدرات، تاجر سموم. كما تجدر الإشارة إلى أن قائم بعمل التحريات لم يستغرق من الوقت 24 ساعة، فقد سطر محضر الإجراءات ساعة 1400 يوم 1/1، وسطر محضر التحريات ساعة 1600 يوم 2/1، وساعة 1800 من ذات التوقيت صادر الإذن. فأين هي المدة التي أجرى فيها هذه التحريات؟ ومن الغريب والملفت للانتباه في هذا الأمر وفي سرعة عمل هذه التحريات، أنه عندما كلف ذات الشخص المقدم أحمد رعب من قبل النيابة العسكرية بالبحث عن شخص ثالث هارب متهم في ذات القضية، تم تكليفه يوم 5/1/2020، فلم يرد على سلطة النيابة إلا يوم 15/1، وكان الرد: ذهبنا إلى مقر شركة الغرابلي للمقاولات فلم نجد أي معلومات للشخص المذكور. أي أنه استغرق 10 أيام ليذهب فقط إلى مقر الشركة ليدلي لنا بهذه الجملة. ولكن عندما قدم المتهم إلى المحاكمة وقدم معلومات قد يترتب عليها إزهاق أرواح المتهمين، لم يستغرق من الوقت يوم واحد. فهل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل يا سيد الرئيس؟ الدفع الخامس،
بطلان تحقيقات النيابة لتمامها دون حضور المحامي. من المعلوم أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي والمعمول به نص في المادة 124 منه على أنه لا يجوز التحقيق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس إلا في حضور المحامي. وقد استثنى المشرع في هذا النص حالة، وهي في حالة السرعة، أي أنه يجوز أن يتم التحقيق والاستجواب دون حضور المحامي في حالة الخشية على ضياع الأدلة ولسرعة الإجراء. ونص أيضا الدستور الحديث وهو لاحق على صدور هذه المادة، دستور 2012 المعدل في 2014 والمعمول به من هذا التاريخ، في الفقرة الثالثة، لأنه لا يجوز، بدأ الفقرة وبدأ المشرع بهذا اللفظ، لا يجوز التحقيق إلا في حضور المحامي، أي أنه جزم ويقين على عدم إجازة التحقيق. وهذا يترتب عليه أن الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون الإجراءات قد شابها عوار دستوري. ولو عدنا لنص هذه المادة ولهذا الاستثناء لوجدنا أن المشرع وضع هذا الاستثناء خوفا على ضياع الأدلة، ولكنه لم يقصد على الإطلاق أن يقوم مجري التحقيقات بذكر هذه الجملة ليطفي المشروعية على ما قام به دون حضور محامي، وإنما ما قصده المشرع هو أن يذكر لنا المحقق ما هو الشيء الذي يخشى منه لضياع الأدلة، وما هو الشيء الذي يخشاه وهو قد قام بالقبض على المتهم والمتهم في قبضات النيابة والحرز تحت يديها، فما هو الشيء الذي كان يخشاه المحقق وقد تم تسطير هذه الوقعة، ومنذ أن تم تسطيرها بتاريخ، منذ أن صدر محضر التحريات بتاريخ 1/1/2020 إلى يومنا هذا وتاريخ هذه المرافعة 22/6/2020، أي ما يقرب من 6 أشهر، ولا يوجد أي جديد في أوراق الدعوة، وظلت الدعوة كما هي بمتهميها بأحرازها بشهودها القائمين بالضبط. فأين هي حالة الاستعجال التي ذكرها السيد المحقق؟ الدفع السادس، انتفاء أركان الجريمة. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، من المعلوم أن أي جريمة اشترط القانون لقيامها توافر أركانها الأساسية، ومن المعلوم أيضا والمتعارف عليه أن أركان الجريمة تقوم على ركنين أساسيين، هو الركن المادي والركن المعنوي. ولكنني أؤيد الاتجاه الذي قال بأن هذه الأركان ينقصها ركن ثالث وهو الركن الشرعي، كما قال أستاذنا الدكتور محمود نجيب حسني، وهذا الركن يسبق الركن المادي والركن المعنوي. والمقصود بالركن الشرعي هو أن يكون الفعل في ذاته غير مشروع وأن يكون مجرما. وفي الحقيقة فإنني أتساءل، الدفاع يتساءل، المتهم، نحن أمام متهم تم القبض عليه وهو نائم، فأين هي مظاهر الجريمة؟ ولم يوجد في حوزته وفي ملابسه أي مواد مخدرة، وإنما ضبط معه الهاتف المحمول الخاص به، فأين هي الجريمة؟ فأين هو الركن الشرعي؟ أين هو نص التجريم؟ هذا من ناحية. أما الركن المادي وهو من المعلوم أنه يقوم على العلم والإرادة، والركن المادي إما أن يكون إتيان لفعل أو امتناع عن فعل، وهو لم يتوفر أيضا في حق المتهم. أما الركن الثالث
وهو الركن المعنوي. لو تأملنا جيدا في نص قانون العقوبات لوجدنا أن المشرع عندما ينص على عقوبة معينة ويحدد الجريمة ويحدد لها العقوبة يرفق دائما بين السطور كلمة بقصد، كل من قام بفعل كذا بقصد، كل من أحرز أو حاز مواد مخدرة بقصد. ولذلك اتجه الشراح إلى أن المقصود بالركن المعنوي هو القصد الجنائي، أي أن يكون هناك قصد لدى المتهم، فإذا انتفى هذا القصد فنحن لم نكن بصدد جريمة، وهو ما ينتفي في حق المتهم تماما. لذلك نتمسك بانتفاء أركان الجريمة. الدفع السابع عدم معقولية تصور الواقعة بالطريقة التي رويت بها وانفراد القائم بالضبط بالشهادة. في حقيقة الأمر عندما سطر السيد المقدم محضره ذكر لنا أن القائم بالضبط عندما دخل غرفة المبيت وجد بها أكثر من 8 أفراد، وذكر أيضا أن لهذه الغرفة دور ثاني صندرة. فلو تخيلنا أن الدور الأرضي به أكثر من 8 أفراد فمن الطبيعي أن يكون الدور الثاني به نفس العدد من العمال، ومع ذلك لم يتخذ القائم بالضبط شاهد أو 2 أو 3 من كل هؤلاء المتواجدين في الحجرة لكي يثبته في هذه الواقعة، لكي يحاول أن يطفي عليها المشروعية، لم يستطيع. وذلك يؤكد لنا عدم المعقولية، كما أنه يقول أن المكان به أكثر من 8 عمال، فكيف لنا أن نتوقع أو نجزم أن هذه المواد المخدرة هي ملك للمتهم الأول؟ وعندما يروي لنا كيف تم ضبط هذه المواد يقول أنها كانت تحت المرتبة، دخل إلى حجرة المبيت فوجدت المتهم الأول نائم على الأرض، فقمت بتفتيشه وثبتته، لم يقم بتفتيشه، قال حرفته بنفسي ثم صعدت إلى الصندرة إلى الدور الثاني فقمت بتفتيش الشخصين الآخرين وهما المتهمين الثاني والثالث في القضية، ثم عدت بعد ذلك ففتشت المتهم الأول. هل يعقل ذلك أن يكون هناك شخص بحوزته مواد مخدرة وينتظر بعد أن علم أن الشخص الماثل أمامه هو من التحريات العسكرية وقدم لتفتيش المبيت، فينتظر إلى أن يعود من الدور العلوي ليعود بتفتيشه ويظل أمام الحرز محتفظا بالحرز؟ هل هذا يعقل أو يتصور؟ كان من الممكن أن يتحرك يمينا أو يسارا، كان من الممكن أن يبتعد تماما. فالحجرة ليست ملك له، إنها حجرة عامة خاصة بالعمال، لا يملك مفتاحها ولا يملك غلقها وفتحها في أوقات، وإنما كل العمال يقوم بالدخول والخروج إلى هذه الحجرة دون أن يكون لها مفتاح أو يكون لها قفل يتم غلقها في مواعيد محددة. فكيف لنا أن نجزم بأن هذا الحرز هو ملك للمتهم؟ وهو ما يأتي في الدفاع 8 والـ9، وهو انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وشيوع الاتهام. فالاتهام هنا لا يمكن أن نجزم بأن هذا الحرز يخص المتهم الأول كما ذكر القائم بالضبط، لأن المكان هنا مكان على الشيوع. كما أن القائم بالضبط عندما سئل متى تم ذلك قال تم ذلك ساعة 2100، وبعدين في موضع آخر بيقول تحركت ساعة 2000، وفي موضع آخر موضع ثالث بيقول وصلت ساعة 2015. طيب وبعدين هل من ما يثبت لنا أن هذه المحاضر من المحاضر المسجلة مسبقاً؟
اسطمبة من المحاضر يتم إرفاقها وتغيير البيانات بها فقط. السيد المقدم يقول عندما تم سؤال المتهم عن الواقعة فقال روى لنا ما تم، وعندما سأله متى حدث ذلك قال ساعة 2100 بتاريخ 3/1 سنة 2019. هل المتهم الأمي المدني له علاقة بالتوقيت ساعة 0 وساعة 1600 وساعة 1800؟ لقد قضيت مدة خدمتي في القوات المسلحة ولم أتمكن من حفظ هذا التوقيت، فهذا التوقيت قاصر على المختصين الممتهنين من رجال القوات المسلحة، ليس لأي شخص أن تكون له معلومات أو يكون على علم ودراية باستخدام هذا التوقيت. فكيف للسيد المقدم يذكر لنا أنه عندما سأل المتهم متى تم ذلك، متى حدث ذلك، أنه رد بأن ذلك حدث ساعة 2100 بتاريخ 3/1 سنة 2019، وهو ما يؤكد أن هذه المحاضر محاضر ملفجة موجودة من قبل، تم تصديرها من قبل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لقد وردت في هذه القضية روايات متضاربة متأرجحة متعارضة تبحث عن مرجح لها. للوصول إلى معرفة أي هذه الروايات حق أريد به باطل وأيهما باطل أريد به حق، وفي الحقيقة فإن الدفاع لا يشكك لحظة أن ذلك الترجيح هو من سلطة الهيئة الموقرة وهي كفيلة به. الدفع 8 و9 انتفاء صلة المتهم وشيوع الاتهام، وقد أشرنا إليه منذ قليل، فالمكان الذي تم ضبط المتهم به ليس ملك له، ويوجد به أكثر من 8 أفراد، كما لو أننا تصورنا أن هذه الحجرة كما ذكر القائم بالضبط مكونة من طابقين فإن هذا العدد يكون أكثر من 10 أفراد أو 15 فرد، فكيف لنا أن نجزم بأن هذا الحرز هو ملك للمتهم وهو لا يملك المكان ولا يملك سيطرة فعلية، فهو لا يملك السيطرة على الحرز ولا على هذا المكان. الدفع 10 والأخير حتى لا أطيل على حضراتكم، وهو خطأ الدليل الفني. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، خلال الفترة الماضية وبعد أن انتهيت من تسجيل رسالتي لدرجة الدكتوراه كان لدي شغف وحب الاطلاع في مجال الطب الشرعي، فأتيحت لي الفرصة أن أدرس دبلوم في قسم الطب الشرعي وأن أتلقى العلم على يد أساتذة وخبراء من إدارة تحقيق الأدلة الجنائية. ومن ما أوضحوه لنا في هذا الصدد أنه مما يعيب كتابة التقرير ويجعله عرضة للطعن عليه والتشكيك فيما ورد به التحشير في التقرير، التحشير بين السطور. فقد ورد إلينا هذا التقرير ومن المعلوم أن التقرير مقسم إلى أجزاء، فهذا الجزء يا سيد الرئيس والذي يحمل عنوان الأشياء المرسلة للبحث، في هذه الجزئية يجب أن يقوم القائم بعمل التحليل وهو الخبير المسؤول عن تحليل المادة المرسلة أن يذكر لنا وصفا تفصيليا للمادة التي وصلت إليه إلى المعمل، وهو ما يسمى بتسلسل الحيازة. هل المادة التي تم إرسالها من قبل سلطة الاتهام من قبل النيابة إلى أن وصلت إلى المعمل، هل هذه المادة ظلت كما هي وفي الشكل الذي تم إرسالها به أم لا؟ ولذلك يجب على الخبير أن يقوم بوصف الأشياء المرسلة للفحص كما وردت إليه وصفا دقيقا، فيقول تسلمت كذا وكذا وكذا ووزن كذا. هذا
لا يعطيه الحق على الإطلاق أن يذكر لنا في هذه الخامة أن المادة المرسلة يشتبه أن تكون جوهر الحشيش. كيف للخبير أن يتوقع قبل أن يقوم بإجراء التحليل والفحص بأن المادة المرسلة هي مادة تشبه لجوهر الحشيش المخدر؟ بل والأكثر من ذلك أن هذه الجملة تم استخدامها منذ الوهلة الأولى، منذ أن قال السيد المقدم تلقينا معلومات من مصدرنا السري يفيد بأن المتهم الأول يقوم بالإتجار في المواد المخدرة الحشيش. ثم قال السيد القائم بالضبط فوجدت تحت مرتبة المتهم فرش حشيش. ثم قال الخبير الذي هو الفيصل أن المواد المرسلة يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش، فكيف ذلك؟ وهذا عيب يعيب التقرير من الناحية الفنية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التحشير بين السطور أو الكتابة الدخيلة على صلب المستند وهو صلب التقرير يجعلنا نتشكك من صحته. لماذا تم كتابة سطر كامل بخط اليد بمادة دخيلة مختلفة عن مادة كتابة التقرير؟ ورد بالتقرير سطر كامل، والتقرير تم كتابته على جهاز الكمبيوتر، وورد سطر كامل مكتوب بخط اليد، فما العلة من ذلك؟ ولذلك نشكك في هذا التقرير الذي ورد من المعمل الكيميائي. وأخيرا يا سيد الرئيس وحضرات السادة المستشارين، لقد ورد في الصحيفة رقم 20 من التحقيقات قول السيد القائم بالضبط بأنه اصطحب المتهم واصطحب القائم بالضبط واتجه إلى محل جواهرجي بمدينة نصر لوزن المادة المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، وهذا لم يحدث، فلم يتحرك المتهم ولم يذهب إلى هذا المكان. هذا من ناحية. فذكر لنا أن وزن الحرز الخاص بالمتهم الأول 101 جرام، صفحة 20 من محضر التحقيق، 101.47 ملي من الجرامات، هذا وزن الحرز. وقبل أن يغلق صفحات هذه القضية ذكر لنا في محضر تسليم الحرز وهي الصفحة الأخيرة من هذه الأوراق أنه تم فتح محضر لتسليم الحرز واحد، تم تسليم الحرز الخاص بالمتهم الأول وتم وزنه قائما 1.47 جرام ملي. فأين هو الحرز؟ أين هو الحرز الحقيقي؟ وما هو وزن الحرز الحقيقي الذي تم ضبطه في حوزة المتهم وتم إرساله للمعمل؟ ومن ثم فأين هو الحرز الذي تم تسليمه من سلطة الاتهام إلى جهة الضبط وهي مكتب التحريات والمراقبة في حلقات هذه الدعوة الأخيرة؟ وأخيرا وقبل أن أختم فأقول هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله العلي القدير أن يضيء لعدالاتكم الطريق للوصول إلى الحقيقة، فإن الأمر جد خطير. وفي الختام فإن الدفاع بناء على هذه الدفوع يتمسك ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه من اتهام والقضاء ببراءته. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.